موقف بقى صعب قبل كان لقيتي حاجة كده فاجئتي انك لقيتيها، اي حاجة دروب في السفينة؟ لا، هو احنا اتحطينا مرة في موقف، وده كان في وردية، يعني احنا كنا خارجين من مينا، فلازم وانتي خارجة او داخلة مينا الكابتن بيبقى موجود، فالطاج اللي بيسحب المركب، احنا المركب بتاعتنا عشان تطلعي من المينا في بيبقى طاج مركب صغننة كده بيسموها طاج في المينا، فدي بتسحب المركب بيرمولها الشيميا اللي هو الحبل اللي انتي تشوفيه بتاع المراكب اللي بيبقى رابط على الرصيف، دي اسمها شيميا. فبيربطوا بياخدوا الشيميا دي وبيسحبوا المركب كأنك مثلا بتعملي قطر الحاجة يعني. اوكي، فالتاج ده مرة كان وهو بيطلعنا من المينا في الترسانة العايمة اللي هما المراكب بتخش فيها، اللي هو الحوض العايم اللي هما بيصلحوا فيه المراكب يعني. فمرة وهو بيشد المركب بقى المركب كانت هتخبط في الحوض العايم ده يعني، فالموضوع كان بالنسبة لي هنا بقى ايه الكابتن هيتصرف ازاي، فانا واقفة بجد بجد انا مش فارق معايا احنا هنخبط ولا هنعمل ايه، انا I'm trust my captain، انا I do trust him يعني، انا الراجل ده بحترمه وبتعلم منه على طول، فانا عارفة ان هو هيخرجنا من الموقف هيخرجنا من الموقف، بس انا عايزة اتفرجه هيخرجنا من الموقف ازاي، عايزة اشوفه هيعمل ايه وهو هيتحكم في اعصابه ازاي. هو اسمه ايه كابتن؟ كابتن عمرو نصير. تمام. فالكابتن كان بياخد الاوردرز كده طبعا، وبايلوت اون بورد يعني كده كده المرشد موجود على المركب برضه، فالكابتن والمرشد قد ايه هما كانوا منسجمين ان هما بياخدوا قرارات سريعه جدا، وان الكابتن اعصابه هاديه جدا، وان مره واحده لقيتي البريدج بعد ما كان في صوت وناس بتتكلم هدوء، هو صوت الكابتن بس، فاللي هو قرارات كده 1 2 3 وصوت البايلوت، فالموضوع كان kind of stress، بس الموضوع كان حلو بقى اول ما خرجنا اللي هو في الاخر دي. فالموضوع كان حلو بصراحة، دي من المواقف اللي انا بصيت للكابتن ده قلت له يعني انا بتعلم من حضرتك، انا بجد بتعلم كل يوم بتعلم من حضرتك.